السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الرابع، سنشرح عن المشروبات الباردة بعد أن شرحنا عن المشروبات الساخنة في وحدة المشروبات. يستمتع بعض الأشخاص بتناول المشروبات الباردة لنكهتها الطيبة وفوائدها المتعددة. إذن لماذا يستمتع بعض الأشخاص بتناول المشروبات الباردة لنكهتها الطيبة وفوائدها المتعددة؟ إذ تعد السوائل ضرورية لترطيب الطعام وتسهيل عمليات البلع وتعويض ما يفقده الجسم من ماء. إذن من فوائد السوائل ترطيب الطعام، تسهيل عملية البلع وتعويض ما يفقده الجسم من ماء، خاصة في فصل الصيف. يكثر الناس شرب المشروبات الباردة في فصل الصيف أو بعد أداء التمارين الرياضية. ومن المشروبات الباردة الشائعة هي عصير الليمون وعصير البرتقال وعصير الجزر وعصير الموز بالحليب. هنا نرى خطوات إعداد عصير الليمون. ممكن يا رابع تعدوها مع والدكم. هون إعداد شراب الموز بالحليب، وهنا خطواتها أيضا ممكن إنكم تعدوها بالبيت. هون أيضا إعداد عصير البرتقال الطبيعي وخطواتها. هنا تنتهي الوحدة يا رابع. أرجو منكم حل الأسئلة، وانتهى كتاب الفصل الدراسي الثاني. شكرا لكم رابع.